حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في قناتي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. النهارده هنتعلم غرزه حلوه قوي. الغرزه دي تنفع للكوفيه. الكوفيه ممكن تبقى رجالي، وعلى فكره ممكن نعملها في جاكيت سواء رجالي او حريمي. ممكن نعملها في حاجات كتير، في بورتوفيه ممكن، فممكن نعملها في حاجات كتير قوي. الغرزه جميله جدا وشتويه ومجسمه، بتدي ملمس حلو قوي قوي، بتدفي. فتعالوا مع بعض نشوف الكوفيه دي هتتعمل ازاي، او الغرزه بتاعت الكوفيه هنعملها ازاي. يلا بينا يلا بينا. الغرزه هتحتاج عدد فردي من الغرز. العرض بتاع الكوفيه هيبقى حسب ما حضرتك عاوزاه، العرض بتاعه قد ايه، كبير صغير متوسط بالمقياس، هتعمليها كبيرة وتطويها اتنين، ده بيرجع لحضرتك. انا دلوقتي هعمل عينة بس صغيرة عشان تخلص معانا بسرعة واعرف اشرح لحضراتكم فيها الغرزة. فانا هعمل عدد 17 غرزة، فهعمل غرزة البداية، وهعد 17 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أنا عملت 17 غرزة كنموذج بس عشان نفهم مع بعض في الغرزة. وبعد ما عملت 17 هرتفع غرزتين، 1 2، وهنبتدي نشتغل الغرزة مع بعض. أول حاجة أنا هسيب الغرزة الأولانية دي رقم 1 دي، وأدخل في الغرزة اللي بعدها تاني غرزة، وهدخل في الفتلة اللي تحت، الفتلة اللي تحت، واحنا عملنا دي قبل كده مع بعض، الفتلة اللي تحت، واعمل غرزة اخدها واسيبها على الابرة، ويبقى معايا على الابرة لفتين، وبعدين الف لفة على الابرة وادخل في نفس الغرزة واخد اللفة واطلع بيها، يبقى معايا 1 2 3 4، 4 فتلات على الإبرة أو 4 حلقات. ألف لفة وأدخل تاني في الغرزة نفسها وأطلع كده، يبقى معايا 6 حلقات على الإبرة، 1 2 3 4 5 6، وبعدين أروح واخداهم كلهم مع بعض وأقفل عليهم بغرزة سلسلة. هنعملها تاني مع بعض. هسيب الغرزة دي واروح للي بعدها واخد غرزة من غير لفة واسحبها كده، ويبقى عندي 2 على الإبرة، 2 حلقات على الإبرة. المرة دي هلف لفة وادخل في نفس الغرزة واسحب الخيط، ويبقى معايا 4 حلقات على الإبرة، 1 2 3 4، وبعدين ادخل في نفس الغرزة، ويبقى معايا في الحالة دي 6 حلقات، 1 2 3 4 5 6، واسحبهم كلهم مع بعض واقفل عليهم بغرزة. هسيب غرزة واروح للي بعدها في الفتلة اللي تحت واسحب الفتلة، ويبقى معايا 2 حلقات على الإبرة، والف لفة واسحب الفتلة، ويبقى معايا 4 حلقات على الإبرة، والف لفة وادخل في نفس الغرزة، ويبقى معايا 6 حلقات على الإبرة، اخدهم واقفل عليهم بغرزة. اسيب الغرزة اللي بعدها واروح للي بعدها، يعني بسيب غرزة بس، وبعدين اسحب الخيط، ويبقى معايا 2 حلقات على الإبرة، الف لفة واسحب الخيط، انا بريحه بس على الابرة كده، وبعدين الف لفة
واسحب الخيط يبقى معايا 6 حلقات، 1 2 3 4 5 6، واخدهم كلهم بالإبرة واقفل عليهم بغرزة واحدة. هكمل هسيب غرزة واروح للي بعدها في الفتلة اللي تحت من الغرزة واسحب كده، انا بريح الخيط، وبعدين اسحب الخيط بعد ما لفيت لفة، لفيت لفة على الإبر، الف لفة تاني وادخل في نفس الغرزة تاني واسحبهم كلهم، وده هيبقى شكلها. هكمل دول، اعمل معاكم واحدة تاني، هسيب واحدة وادخل في اللي بعدها في الفتلة اللي تحت واسحب الخيط، يبقى معايا لفتين على الإبرة او حلقتين، وبعدين الف لفة وادخل تاني في نفس الحلقة واسحب الخيط، يبقى معايا 4 على الإبرة، 1 2 3 4، ألف لفة وأدخل الإبرة في نفس الغرزة، يبقى معايا 6، 1 2 3 4 5 6، أسحبهم كلهم، هكمل دول زي دي بالظبط وأرجع لكم. خلصت انا الجزء ده، وبعدين قفلت على الغرزة زي ما بنعمل، وبعدين في هنا غرزة، والغرزة الاخيرة هناخد كده غرزة ونطلع بيها، وبعدين ندخل مرة تانية، يبقوا معايا 4 حلقات، وبعدين ندخل اخر مرة ويبقى معايا 6 حلقات، هاخدهم كلهم مع بعض وبعدين اقفل عليهم بغرزة، ويبقى كده انا خلصت السطر كله. بعد كده عايزة اعمل السطر الجديد، فهرتفع سلسلتين، 1 2، وبعدين الف الشغل. شايفين دي؟ شايفين الثقب ده؟ الثقب ده في نفس الغرزة اللي انا عملتها في السطر اللي فات، اخر غرزة في السطر اللي فات، هدخل فيها واعمل نفس الغرزة تاني، بلف لفة، الاول خدت غرزة من غير لفة، وبعدين بلف لفة واطلع، يبقوا معايا 4 حلقات، الف لفة تاني واطلع، يبقى معايا 6 حلقات، اخدهم كلهم مع بعض واقفل عليهم بغرزة. الغرزة اللي بعدها نفس الغرزة اللي بعدها، شايفين الفتحة دي؟ شايفين الفتحة دي؟ دي اللي انا هدخل فيها، اهي اهي كده، هدخل فيها من غير لفة ولا حاجة واطلع، وبعدين ادخل بلفة واطلع، وبعدين ادخل تاني واطلع، يبقى في 6 حلقات على الإبرة، 1 2 3 4 5 6، اخدهم كلهم واقفل عليهم بغرزة تاني. شايفين الغرزة؟ شايفين الفتحة اللي في الغرزة دي؟ الفتلة اللي في الغرزة دي مبينة قوي اهي، هدخل فيها واسحب الخيط، وبعدين الف لفة، وبعدين الف لفة تاني وادخل لغاية ما يبقى عندي 6 على الإبرة، 6 حلقات، اسحبهم واقفل عليهم بنفس الطريقة دي. نيجي للغرزة اللي بعدها، شايفين الغرزة اللي بعدها فين الفتحة؟ شايفين الفتحة باينة ازاي؟ اهي، هدخل فيها من غير لفة ولا حاجة وبسحب الخيط، وبعدين ادخل بلفة واطلع، وبعدين ادخل تاني بلفة واطلع، يبقى معايا 6 على الإبرة، واسحبها واقفل عليهم مرة تاني. شايفين الغرزة اهي؟ شايفين الفتحة دي؟ اهي، هدخل فيها من غير لفة ولا حاجة، انا مش لفة حاجة على الإبرة،
هدخل واسحب الخيط، يبقى معايا ايه؟ حلقتين. الف لفه وادخل واسحب الخيط، يبقى معايا واحد اتنين تلاته اربعه، وبعدين اسحب مره تانيه الخيط بنفس الطريقه، يبقى معايا سته اسحبهم واقفل عليهم بغرزه. مره تاني، شايفين الغرزه؟ شايفين الفتحه اللي في الغرزه فين؟ شايفينها؟ اهي باينه قوي. هدخل فيها كده من غير لفه ولا حاجه، وسحبت الخيط كده بعد ما لفيت لفه، واعمل تاني الف لفه تاني وادخل، بقى معايا ست حلقات على الابره، اسحبهم كلهم واقفل عليهم بغرزه. مره تاني، ادي الغرزه اهي وادي الفتحه اهي، شايفينها؟ شايفينها اهي، انا حطيت صباعي تحتها عشان يبان. حطيت الابره وسحبت الخيط، وبعدين ادخل تاني واسحب الخيط، ادخل تاني برضو بلف في لفه واسحب الخيط واقفل عليهم كده. شايفين شكلها؟ غرزه فعلا تنفع للكوفيه. شايفين الشكل جميل ازاي؟ زي المجدوله، حلوه قوي. طيب ندخل تاني، شايفين احط ايدي تحتها؟ شايفين؟ شايفين دي هدخل فيها من غير ما الف لفه ولا حاجه، ادخل واسحب الخيط، برفع الخيط معايا شويه، وبعدين ادخل بعد ما لفيت لفه واسحب الخيط، الف لفه تاني وادخل واسحب الخيط، بقى معايا ست حلقات، اتنين تلاته اربعه خمسه سته، اسحبهم كلهم واقفل عليهم بغرزه. تاني اهي، ادخل هنا من غير ما اعمل لفه ولا حاجه، وبعدين ادخل كده تاني بعد ما لفيت لفه، ادخل تاني، لازم يبقى معايا ست حلقات على الابره، اسحبهم كلهم كده واعمل غرزه اقفل بيها. جينا بقى للغرزه الاخيره، نفس الكلام، مش دي الغرزه الاخيره؟ هلاقي في فتحه هنا اهي، بحاول اوسعها عشان اوريها لكم، صباعي باين منها من تحتها اهو، فهدخل فيها واسحب الخيط وما لفتش ولا لفه ولا حاجه. دلوقتي هلف الخيط وادخل، بقوم اربعه، ادخل بعد ما لفيت الخيط وادخل، بقوم سته اسحبهم اقفل عليهم. بصوا المنظر جميل قوي ازاي، حلو قوي. طيب عايزه اطلع السطر الجديد، باخد سلسلتين والف الشغل، نفس الغرزة الأخيرة اللي أنا اشتغلتها أهي، الفتحة بتاعتها أهي، هدخل هنا من غير ولا لفة ولا حاجة، وبعدين أسحب الخيط، وبعدين ألف لفة وأدخل فيها وأسحب الخيط، ألف لفة وأدخل فيها وأسحب الخيط، وبعدين أخده كله وبعدين أقفل عليها. نروح للغرزة التانية أهي، الفتحة أهي في نفس الغرزة، أنا مروحش للغرزة اللي بعدها، اروح داخله هنا من غير لفه ولا حاجه، بقوم فتلتين على الابره او حلقتين، ادخل تاني بعد ما لفيت لفه، بقوم اربعه، الف لفه وادخل تاني واطلع اسحب الخيط، بقوم سته اخدهم معايا تاني واطلع كده واقفل عليهم. واحده تاني اهي، شايفينها؟ مش دي، مش دي، دي بين الغرزتين، لكن دي بتاعت نفس الغرزه اهي، فانا هدخل هنا واسحب الخيط والف لفه وادخل واسحب الخيط، والف لفه وادخل واسحب الخيط، بقى عندي ست حلقات على الابره، اسحبهم اقفل عليهم. تاني واحده تانيه عشان لو ما كنتوش شفتوها اهي، الفتحه اهي، في عندي خدوا بالكم فتحتين اهم تحت بعض، لا دي اللي بين الغرزتين، انا عايزه دي اللي فوق دي، فانا هاخدها ادخل فيها من غير ولا لفه ولا حاجه، ادخل كده واسحب، الف لفه وادخل فيها هي واسحب، الف لفه وادخل فيها هي واسحب، وبعدين اخدهم كلهم الست حلقات واقفلهم مع بعض بغرزه. تاني هدخل هنا من غير لفه، بقت سهله قوي، وبعدين الف لفه وادخل، الف لفه وادخل تاني، بسحب الخيط في كل مره، بقوم ست حلقات باخدهم واقفل عليهم.
شوفوا بقت سهلة ازاي كده. ست حلقات اهم، بقفل عليهم بعد ما سحبتهم. هنا هدخل هنا الف لفة وادخل، الف لفة وادخل، كل مرة بسحب الخيط 6 حلقات بسحبهم، بقفل اهو يا جماعة اهي، عشان لو كانت صعبة على حد تبقى سهلة كده. اللي بعدها خلص بس السطر، بقوم 6 حلقات باخدهم كلهم. اخر واحدة دي اخر غرزة اهي، شايفين شايفين دي اهو، هدخل هنا كده، سحبت الخيط ادخل تاني بعد ما لفيت لفة، وسحبت الخيط ادخل تاني بعد ما لفيت لفة، واطلع اهو وبقفل عليهم. شكلها جميل قوي. طب نبتدي بس السطر الجديد عشان نعرف بنبتدي ازاي. انا كده نهيت السطر، برتفع سلسلتين والف الشغل واشتغل على نفس الغرزة في الفتحة دي كده. اللي بعدها خلاص انا بقى كده تالي حفظتوها. حلوة قوي في الكوفيات. خلص شوية واجيلكو. حابة بس اوريكو انا في اخر غرزة بحط الابرة فين. بصوا هنا دي اخر الغرزة، ماليش دعوة بالسلسلتين اللي انا ارتفعت بيهم التانيين، محدش يحط الابرة بين السلسلتين اللي انا اشتغلت فيهم اللي انا اشتغلتهم، لا الغرزة نفسها اهي، وادي الفتلة بتاعتها اهي. انا مش بحط هنا، مش بحطها هنا، شايفين الفتحة دي، دي فتحة اللي هي بتاعت السلسلتين، لا انا هحط في الفتحة الواسعة دي اللي هي بعد الغرزة على طول، فهحط فيها واعمل غرزة. واسحب بعدين اعمل سلسلتين ارتفاع السطر الجديد والف وادخل هنا تاني، اهي الفتحة اهي، تاني هحط هنا. انا يا جماعه ما حطيتش، ما لفيتش خيط، انا بدخل الابره على طول فاضيه كده وبسحب الخيط، فبيبقوا لفتين، وبعدين بلف لفه وادخلها واسحب، الف لفه وادخلها تاني واسحب، وبعدين اسحب ال6 حلقات مع بعض واقفلهم بغرزه. وده شكل العينه بعد ما خلصت، شكل الغرزه. الغرزة جميلة جدا وبارزة، الملمس بتاعها حلو قوي، ناعمة طرية تدفي، غرزة جميلة جدا جدا لو عملتيها. نعملها في الكوفية لزوجك لابنك ليكي، جاكيت هتبقى جنان جنان تجنن. الغرزة حلوة وملمسها حلو قوي قوي، فيها بروز يعني بعتبرها غرزة مجسمة. الغرزة جميلة يا جماعة، اعملوها ما تكسلوش، حلوة قوي، هنشتغلها في اي حاجة انتوا تحبوها. انا النهاردة كنت عاملاها في كوفية، لكن حضرتك ممكن تستغليها في اي حاجة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. مرسي خالص لحضراتكم، مرسي لحسن مشاهدتكم، مرسي لاشتراكاتكم، مرسي لدعمكم، اشكركم حبايبي. Thank you. باي باي.